يجب أن تكون العمالة الأجنبية لا تتجاوز 50%. تكون 50% وتزيد على 50% الأعمال المحلية. هذا وتجاوزت هذا الحد ستكون هو عقوبات على رب العمل أو محاسبة. ونحن نحرص من خلال مؤسسات الحكومة أن تكون نسبة الأعمال الأجنبية لا تتجاوز 20%. هذه الأمور متبعة وسياقات متبعة، ولكن هناك هجرة قانونية للأعمال الأجنبية. نطالب الجهات الأمنية تحد من هذه يعني هذه التدفقات الغير قانونية. مهم جدا اليوم من خلال قانون العمل والضمان الاجتماعي أن نبقى في قيد حيز التنفيذ. اليوم هو مهم جدا لهذه المرحلة لضمان حقوق الطبقة العاملة ودعم الطبقة العاملة العراقية، الهدف منها تقوية الاقتصاد العراقي وتطوير الاقتصاد العراقي. نعم.